السلام عليكم خوتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، ولكن قبل بدايته لا تنسوا الصلاه على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم على افضل الصلاه والسلام. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، قلنا من خلال راح اشارك معكم اخر اخبار المحترفين والمنتخب الوطني الجزائري، كذلك راح اشارك معكم بعض الاخبار العاجله قبل مباراه الجزائر امام نظيرتها المنتخب الراس الاخضر، اضافه الى بعض الاخبار والمفاجات سنتطرق اليها ان شاء الله في الشطر الثاني من هذا الفيديو. فابقوا معنا، واذا كنتم تشاهدون للمره الاولى رجاء لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل زر التنبيهات، ولا تنسوا متابعتنا عبر حساب على السوشيال ميديا الانستغرام الظاهر امامكم. كبدايه اعزائي الكرام، نبداو بخبر صراحه مميز صادفت به اليوم، خبر جميل جدا بغيت نتكلم عليه كبدايه لهذا الفيديو لكي نبدا بهذا الفيديو اعزائي الكرام. وكذلك بغيت نوجه رساله للاعب اللي راح نتكلموا عليه حاليا. اللاعب اللي راني حاب نتكلم عليه هو مسلم اناتوف، خريج اكاديميه الفاف ولاعب مولوديه الجزائر البطوله الوطنيه. هذا اللاعب اعزائي الكرام تكلمنا عليه سابقا وتوقعنا انه راح يكون عنده وزن كبير جدا مع المنتخب الوطني الجزائري الاول في المستقبل القريب، يعني بعدما ان تالق في البطولتين السابقتين اللي احتضنتهم الجزائر، بطوله كاس العرب تحت 20 سنه وكذلك ايضا بطوله الالعاب البحر الابيض المتوسط للجميع. يعني تقريبا توقع انه هذا اللاعب راح يكون عنده مستوى كبير جدا ومستقبل زاهر ان شاء الله في عالم كرة القدم. احنا بيناتنا توقعنا هذه الاشياء، اما بالنسبه للاعلام الاجنبي هو ايضا توقع الزكرام انه هذا اللاعب يعني راح يكون عنده وزن كبير جدا في المستقبل القريب. هذا ما اكدته لنا جريده ذا جارديان الزكرام التي شاركت معنا قائمه تحمل 60 افضل موهبه بالعالم الذي هم يعني من مواليد 2006. طبعا هذه القائمة أعزائي الكرام لا تحمل فقط يعني أفضل اللاعبين من القارة السمراء أو من أوروبا أو من أمريكا اللاتينية، بل في العالم أعزائي الكرام. وطبعا هذه القائمة عرفت تواجد هذا اللاعب مسلم أناتوف، لاعب بطولة يعني البطولة الوطنية عفوا، وكذلك لاعب أكاديمية الفاف الذي تخرج منها واللي أكد مستواه يعني على الصعيد الدولي رفقة المنتخب الوطني الجزائري للفئات السنية الصغرى. وطبعا أعزائي الكرام هذا الشيء يعني يخليك تشعر بالفخر، وطبعا فقط هذا اللاعب الذي يحمل يعني اصول جزائريه اللي كان متواجد في هذه القائمه، لا وجود للاعب الفرانكو الجزائريين الاخرين اعزائي الكرام في هذه القائمه، بل انه فقط مسلم اناتوف الذي يعتبر من جواهر المنتخب الوطني الجزائري هو الوحيد المتواجد في هذه القائمه التي تحمل يعني عنوان 60 افضل لاعب في العالم يعني من مواليد سنه 2006، والذين يعتبرون اعزائي الكرام الجيل الصاعد في عالم كره القدم. فاحنا نقول له اعزائي الكرام لهذا اللاعب كرساله مني، واصل يعني في نفس المنوال اللي راك ماشي فيه حاليا، واصل في نفس المجهودات اللي راك تبذلها، وان شاء الله نشوفوك مع المنتخب الوطني الجزائري، واذا لقيت فرصه يعني باه تلعب خارج البطوله الوطنيه في اوروبا فيعني لازم يعني تاخذها بعين الاعتبار وتفكر ماليا في خروج من البطوله الوطنيه نحو يعني الاحتراف اكثر فاكثر في المستقبل القريب. انا سمعت اخبار سابقا اعزائي الكرام قبل ما ينتقل الى مولوديه الجزائر، كانت هنالك بعض اكاديميات في الخارج تطالب حول خدمات هذا اللاعب في الدوري الاسباني والانجليزي وحتى الفرنسي، ولكن صارت له بعض العراقيل اعزائي الكرام وانتهى به المطاف في البطولة الجزائرية الوطنية، ولكن إن شاء الله احنا نتمنى له كل التوفيق وإن شاء الله خيرها في غيرها، ويروح هذا اللاعب لأفضل نادي هنالك في أوروبا، لأنه صراحة يعني كل الأعين يعني على هذا اللاعب خاصة بعد تواجده في هذه القائمة، والأندية راح تشوف أعزائي الكرام مثل هذه الإحصائيات ومثل هذه القوائم، ويعني كي راح يشوفوا هذا اللاعب إن شاء الله احنا نتمنى له كل التوفيق ونتمنى أنه يستدعيه أو يتعاقد معاه إحدى الأندية في أوروبا الكبيرة. ننتقل حاليا اعزائي الكرام الى الخبر الموالي. اكدت بعض المصادر المحليه الموثوقه على عكس ما قيل سابقا بخصوص تضييع ريان ايد نوري تربص المنتخب الوطني الجزائري، وانا واحد من الناس شاركتها معكم اعزائي الكرام لانه كانت هنالك معلومات تحوم حول هذا اللاعب انه ضيع رسميا يعني التربص، ولكن اكدت لنا هذه التقارير وهذه المصادر المحليه ان الفاف ما زالت في انتظار اللاعب، ولكنه غالبا سيضيع المباراة الأولى أمام الرأس الأخضر، ولكن لا يزال لدى هذا اللاعب فرصة للعب ضد المنتخب المصري يوم الاثنين المقبل، وهذا ما أكدته لنا الاتحادية الجزائرية لكرة القدم أنه ما زالوا حاليا ينتظرون عودة هذا اللاعب والتحاقه بالمنتخب الوطني الجزائري بعدما أن التحق إسلام سليماني بالمنتخب الوطني الجزائري. حاليا ننتقل الى الخبر الموالي. طبعا سيحضر رئيس الاتحاديه الجزائريه لكره القدم غدا حفل قرعه نهائيات كان 2024 بساحل العاج مثل ما اكدت لنا الاتحاديه الجزائريه في هذا المقال، وذلك بمدينه ابيجان الايفواريه، وطبعا التي ستقام هذه القرعه على تمام الساعه 8 بتوقيت الجزائر، ولكن للاسف 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 ستكون مزامنه يعني بموعد مباراه الجزائر والراس الاخضر.
هذا هو الشيء اللي ما كنتش حابه عزيزي الكرام. كنا ماذا بينا نشوفوا القرعه على الساعه الخامسه، نتكلموا على القرعه، نحللوا القرعه عزيزي الكرام، ونشوفوا حظوظ المنتخب الوطني الجزائري وباقي المنتخبات العربيه في كان 2024. من بعدها نشاهدوا الاز، يعني المباراه بين المنتخب الوطني الجزائري والراس الاخضر، ولكن سيتم عمل المباراه، اقامه المباراه وعمل القرعه في موعد واحد. فنقول لكم البروغرام عزيزي الكرام كيفاش راح يكون من الان. راح نتكلم عن المباراه، من بعدها سنتكلم عن القرعه وحظوظ المنتخب الوطني الجزائري. ولكن بغيتكم انتم حاليا في صندوق التعليقات تكتبوا توقعاتكم، قولوا لنا يعني كيفاش راح تكون القرعه حسب التوقعات نتاعكم، ما هي المنتخبات اللي تفضلوا انه يكون المنتخب الوطني الجزائري في المجموعه الخاصه بهم. انتم اكتبوا لنا رايكم في صندوق التعليقات عزيزي الكرام، وقولوا لنا واش راح تكون يعني حسب ارائكم، المجموعه سهله ام صعبه من الان. كذلك بغيت نوجه رسالة ونأكد للجمهور الجزائري أنه ما بقيش يعني منتخب ضعيف في القارة السمراء. منتخب الرأس الأخضر اللي يعني ما يبانش مع المنتخب الوطني الجزائري، يعني صمد لطيلة 90 دقيقة أمام المنتخب المغربي اللي كان عاد خرج من المونديال عزيزي الكرام، يعني واللي وصل للنصف النهائي وتعادل معاه بنتيجة سلبية في عقر دوره عزيزي الكرام في المغرب. فمبقاتش يعني مستويات يعني المنتخبات ضعيفة وكاينين بعض المنتخبات الأخرى قوية، كامل ولاو متقاربين عزيزي الكرام. قادر منتخب ضعيف جدا ما عندوش يعني مستوى، ما عندوش تاريخ، قادر يعمل صداع كبير جدا لعمالقة القارة السمراء. فلهذا يجب توخي الحذر ووضع الأرجل على الأرض، ويعني ما لازمش تكبروا على أي خصم كان. فنتمنى احنا كل التوفيق للمنتخب الوطني الجزائري، هذا كل ما نتمناه، وإن شاء الله نكونوا في مجموعة جيدة، وإن شاء الله نتأهلوا إلى الأدوار القادمة ونوصلوا للنهائي، ولما لا الفوز بالنجمة الثالثة. حاليا ننتقل إلى تصريحات جياني إنفانتينو بعد لقائه مع رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وليد صادي. طبعا صرح جياني إنفانتينو عبر موقعه الرسمي، أو عفوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بهذا الرئيس الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم قائلا: لقد سعدت بلقاء مندوبي الاتحاد الكرة الجزائرية لمناقشة تطوير كرة القدم، وخاصة الكرة القدم النسائية وتطوير البنية التحتية. كما شكرت أيضا رئيس الفاف وليد صادي على دعمه لبرنامج فيفا فورورد، وناقشنا تعاوننا في تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي حددها. كان من الرائع أن نلتقي بممثل الاتحاد الجزائري لكرة القدم لمناقشة تطوير كرة القدم بما في ذلك كرة القدم النسائية وتطوير البنية التحتية. شكرت رئيس الفاف وليد صادي على دعمه لبرنامج فيفا فورورد، وتحدثت عن العمل معا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الخاصة بالاتحاد الجزائري لكرة القدم. أما بالنسبة لوليد صادي عزيزي الكرام، في الموقع الرسمي الخاص بالفيفا يعني متواجد حاليا فيديو كانت عنده بعض التصريحات، أكد من خلالها قائلا من يعني بيت الفيفا في زيوريخ قائلا: بالنسبة لبرنامج الفيفا الذي هو اسمه فيفا فورورد، هو برنامج استراتيجي. كانت لدينا عدة ورشات في الصباح، تحدثنا على عدة محاور أهمها التكوين، التحكيم وتحسين التحكيم، كذلك الكرة النسوية والكرة الشاطئية، كل المحاور التي تتطلب مرافقة الفيفا. فيه عمل كبير سنقوم به بمراعاة الفيفا من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية. كان لقاء حميم وشيق بحكم علاقتي الطيبة مع السيد جاني إنفانتينو. الشيء الذي أوصلته للرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أن بلادنا تشهد ثورة في تشييد المنشآت الرياضية وبناء الملاعب بمواصفات عالمية. الجزائر مستعدة لتنظيم تظاهرات قارية، ودائما كانت سباقة في استقبال كل ضيوفها. وفي الأخير وجه وليد صادي يعني رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم إلى رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، وجه له دعوة من أجل زيارة الجزائر في أقرب فرصة. فما هو رأيكم أنتم في صندوق التعليقات حسب رأيكم الشخصي حول تصريحات رئيس الفاف الجديد يعني من بيت الفيفا؟ أنا لاحظت واحد الأمر على الذاكرة، سابقا الجزائر انسحبت من سباق تنظيم كأن 2025 وكأن 2027، وقالوا بلي انه هذه البطولة لا تهمنا ولا يهمنا التنظيم، ولكن وليد صادي اكد يعني في بيت الفيفا انه مستعدون يعني لتنظيم تظاهرات في المستقبل القريب. فهنا زي الكلام حسيت بلي انه الفاف وجهت صفعة للاتحاد الافريقي لكرة القدم من بيت الفيفا في زيوريخ بخصوص طريقة انتخاب ملفات احتضان كان 2025 وكان 2027. الجزائر أكدت سابقا أنها انسحبت كما قلنا من السباق لأنها غير مهتمة، وأكدت من بيت الفيفا أنها مستعدة لاحتضان أي مسابقة قارية في صورة واضحة. أن الجزائر انسحبت بسبب التلاعبات الخاصة بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم وعدم شفافيتها، وليس مثل ما وضحت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم أنها لا غير مهتمة يعني باحتضان البطولات.
انا حسيت هكذا اعزائي الكرام، والعلم لله فقط احساس مني كمناصر، ولكن انتم اكتبوا لنا رايكم في صندوق التعليقات، واش شفتوا انه يعني عندكم نفس الاحساس نتاعي اعزائي الكرام بخصوص هذه التصريحات ام العكس؟ لانه صراحه التصريح اللي اكدوا قائلا فيه الشيء الذي اوصلته لرئيس الفيفا، يعني ان بلادنا الجزائر تشهد ثوره في تشييد المنشات الرياضيه وبناء الملاعب بمواصفات عالميه، الجزائر مستعده لتنظيم تظاهرات قاريه ودائما كانت سباقه في استقبال كل ضيوفها. يعني هنا يعني حسيت باللي انه رئيس الفاف وجه، هو مانيش عارف النيه تاعو عز الكرام، ولكن انا حسيت باللي انه وجه رساله للاتحاد الافريقي لكره القدم من بيت الفيفا انه ما عندناش ثقه في نزاهه الاتحاد الافريقي لكره القدم، يعني من اجل منح تنظيم كان 2025 وكان 2027 للدول التي تم اختيارها. وطبعا يعني الدول التي تم اختيارها يعني خلفت وراءها الاتحاديه الافريقيه لكره القدم مهزله لدى وسائل الاعلام الافريقيه وحتى الاوروبيه، لانه كانوا متعرفين على البلدان اللي راح تحتضن هذه البطوله قبل سنه عزيزي الكرام، فكل شيء كان محل للسخريه. طبعا رئيس الفاف يعني في بيت الفيفا يوجه رساله ويؤكد باللي انه الجزائر مستعده لتنظيم اي تظاهره، ولكن انا بالنسبه لي بشرط انه يكون يعني التصويت نزيه. وطبعا اعزائي الكرام الكاف في الاونه الاخيره في الساعات القليله الماضيه يعني ارغمت بلد الكينيا يعني بتنظم بطوله الشان للمحليين سنه 2024، بما انها ستنظم كان 2027 ارغمتها اعزائي الكرام بها تنظم هذه البطوله، والجزائر من المستحيل انها تنظمها لانه ديجا نظمتها في اخر نسخه. على كل حال حاليا ننتقل الى مواجهه يعني تاريخ المواجهات بين الفريقين الجزائر والراس الاخضر، وطبعا اعزائي الكرام الجزائر فاز على الراس الاخضر في مباراتين وتعادلنا في مباراتين وخسرنا مباراه واحده، هذا هو تاريخ المواجهات بين الفريقين، وان شاء الله اعزائي الكرام نعليو هذا الرصيد بعد خوضنا هذه المباراه امام منتخب الراس الاخضر غدا على الساعه الثامنه بتوقيت الجزائر في ملعب الشهيد حملاوي في والقنوات الرسميه الناقله لهذه المباراه عدد التلفزيون العمومي الجزائري القناه السادسه. كان هذا فيديو اليوم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، السلام.